سلام، اليوم حبيت نعمل معكم على هاد الفيديو على التخصص تاع البيبي، مي كل شيء اون كروشي ان شاء الله، باش نشارك معكم للناس اللي يحبوا يكون عندهم فكره، مش عارف بس مشي صوالح وكام. اول حاجه عندنا هاد لا روب، هاد لا بتي روب تجي عامله هكذا، تجي في البلون وفي البلو. نقدو نلبسوها من لي دو كوتي هكذا ولا هكذا، باسكو فيها هاد الافايل الصغار اللي هما ايضا مصنوعين باليد. الا حبيتو ممكنكم تخليو لي في لي كومونتير باش نعاود نوريهم لكم فيديو كيفاش نصنعوهم يدويا. هاد لا روب تفتح من هنا في الظهر هكذا باش نسهلو عمليه لبس الطفل الصغير. هادي اول حاجه كانت معنا. ثاني حاجه هاد البونشو ماجي في الفير تركوا، عنده هاد الفتحه هنا صايب بالتركيبه عاملينها، نشوف لا الكولور غيها واضحه في الكاميرا ولا لا. ويجي خفيف يعني نزيدوه من الفوق، هذا هو عامل هكذا. نخلي لكم كل شيء في الصور ان شاء الله. ثالث حاجه اللي هي معانا عندنا هاد البراسيير هادو، عندنا ينفتح الكفايل حتى هو ويجي كروزي براسيير عادي صحيح، غير انه هو بالكروشي كما لانه في البدايه تاع الفيديو يجي في لاكولور صومو. هاد البراسيير عندي زوج، هذا يجي بوحدو ولكن الثاني يجي به بصوالحو. لا كولور تختلف بين الاول وبين الثاني كما اللي واضحه في الصوره تاعي، لكن نفس الموديل نوريكم الفرق بيناتهم لا كولور. وهنا في التبليعه تاعو في الافايل صحيح، هادو شريتهم واجدين، وهادو اللي هنا خدمتهم يدويا كمات على غوب الزرقاء صحيح. اذا بريزونت لكم دوزيام براسيير يجي هكذا، هذا هو البراسيير. البراسيير يجي مع السراول تاعو، يجي صغيور على حسب الطفل الرضيع صحيح. ومن المفضل انكم تشريو هادو اللي يجيو محلولين من التحت، ماشي نحكي نخليو البيبي على رجليه مزيرين صحيح، هادو يساعدو اكثر. دونك انا الفكره اللي جاتني انه يكون هكذا به بالصراول تاعو، السبيطات تاعو حديه صغيره، الحذاء ينفتح هيدا يجي هيدا. ماشي بما انه الطفل الصغير ما يكونش يلبس الصباط في هذا الوقت، نعملوهم لكم الاشارات صحيح، يجيو هيدا جوج صغيرين. والحاجه الثالثه اللي هي البوني تاعو، هذا هو يجي هكذا. اذا الفرق بينه وبين براسيير الزواج هي الفرق تاع لا كولور، يعني نقدر نغير في اللبس هذا مكان نتحصل عليهم زوج. عاود الحاجه اللي راهي عندنا هاد الحيفه، جو سي با كل واحد كيفاش يعيط لها، كل منطقه وكيفاش يسميوها. نحلها لكم باش تشوفوها، تجي هكذا سامبل في البلون، تجي فيها 50 سنتيمتر في العرض وفي 65 سنتيمتر في الطول. اللي يحب يعرف المقادير او العبار شحال اللي يحب يخدم ولا، تجي هكذا. بالنسبة للرضيع عادة نوفوني على كيزات تساعدنا بزاف هادي صحيح. والحاجة الأخيرة اللي عندنا هي هاد الشال، يجي مفتوح هكذا، هذا هو الشال تاعنا صحيح. يجي شويه كبير، نقدروا نلفوا فيه البيبي كل واحد وكيفاش يحب يستعمله على حساب اللاج. هاد الصوالح اللي وريتهم لكم كل واحد وكيفاش ينجم يستعملهم، كاين اللي يحب يخلط لي كولور، كل واحد وكيفاش يحب يعني. اذا هادو هما الصوالح اللي حبيت نوريهم لكم بالكروشي مخدومين.
ما تنساوش المشاركة في القناة إن شاء الله إذا عجبكم الفيديو، ونتلاقاو في البروشين فيديو إن شاء الله.